إذا إخوة، كما كتلاحظوا عندنا عدة ديزنافات، كل واحدة على مزايا. هذه جاية على بعد 300 كيلومتر، عندنا ضرب مولاها مسافة، يلاه دابا واصلة، هذا بمسافة 260 كيلومتر حتى 300 كيلومتر باش وصلها لنا. هذا نفس الشيء. وعندنا لوطو داخلها هياك، ما بغيناش نبينو الماتريكيلات. عندنا هاد السيارة فيها محرك احنا حالينه كما كتلاحظوا، ما كنبغوش نبينو غير لي ماتريكيل باش ما يبقى حتى واحد خاطرو ياكو. كما كتلاحظوا عندنا واحد لي بيستون هنا وهنا، غادي نشاركو معاكم علاش ما يطلعش الموتور. اذا كما كتلاحظوا كلشي راه عاد مقلوب، عندنا الكراج كلشي راه مقلوب كما كتلاحظوا. غادي نبداو في النيتواياج دابا، نركبو الكراج تاعنا، لان ما يكون عندك العمل بزاف ما توصلش انك وانا خدام غير بوحدي. دابا غادي ندير واحد النيتواياج للكراج ونشاركو معاكم علاش هاد المحركات تاع 1.4 ما كيطلعوش. علاش ما يطلعوش اخوتي؟ ولا ميزون من صوبه يطلع، وانا يعني باش نخدمو موراهم غير نخدمو ما يطلعش. علاش ما يطلعش؟ شنو هو السبب اللي خلاه ما يطلعش؟ ونقول لكم الاخوان علاش ما كيطلعش الموتور بصراحه لميكانيسيان، سؤال الميكانيسيان موجه ديريكت، علاش ما كيطلعلكش الموتور خويا؟ ما تعلمتش تنيطواي مليح. لو كان تعلمت تنيطواي مليح يبقى يطلع لك الموتور. حنا علمونا اول حاجه هاد العبد الضعيف، جاب عام ونص عاطينو غير كراطي وينقي، كراطي وينقي، حتى ولاو يقولوا له ما شاء الله عليك في الكراطاج، عاد عطاوه الخدمه وكوماسا يخدم. لكن اللي دخل السيمانه الاولى عطاوه البالين يحل، ما نظنش انه غادي يتعلم.